انت اتخرجت، انت مش عارف هتعمل ايه، انت مش عارف بتحب ايه، كل اللي عندك في البيت بيقولوا لك تفضل قاعد كده كتير. انت نموذج حقير. صح، انا فعلا فعلا حقير فعلا. انت اصلا ما كنتش حابب الكليه اللي انت درست فيها، هو المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ انت عايز تدرس حاجه تانية؟ لو انت لسه متخرج فانا متاكد ان كل الاسئله دي عدت على دماغك او بتفكر فيها وبتحاول تلاقي ليها اجابه. في الفيديو ده هحاول اجاوبك على الاسئله دي ونفكر فيها سوا. كمل معايا الفيديو. بص يا صديقي، اللي انت اتعلمته في الكليه ده حاجه، واللي انت هتتعلمه على ارض الواقع وفي الحياه العمليه حاجه تانية خالص. مهما كان تخصصك، الشهاده هتجيب لك شغل، لكن انك تعلم نفسك، التعليم الذاتي يعني، هيخليك ناجح. تخرجك مش معناه انك خلصت تعليم، بالعكس ده الوقت اللي لازم تبدا تتعلم فيه بنفسك وتعرف الحاجه اللي هتضيف ليك. بص خلينا صراحه مع نفسنا، اللي انت درسته في الكليه، معظم الكليات يعني موادها مش هي اللي هتطبقها في ارض الواقع. كل اللي انت درسته كان مجرد قشور، لكن الاهم انك تبدا تنمي عندك القدرات اللي ناقصاه، سواء بقى بالكورسات بالممارسه. المهم تعرف ايه اللي هيعلي سعرك في السوق وتعمله. بص، اول 3 سنين بعد تخرجك دي مرحله اللعب والتجربه، ما تثبتش في مكان او شغل واحد، بالعكس اتنقل من مكان لمكان، خد الخبره من هنا وهنا وزود مهاراتك. وفي اول 3 سنين دول ما تفكرش تحوش خالص، وما تفكرش تحط نفسك في التزامات، بالعكس ركز على انك تستثمر في نفسك، خد كورسات، زود مهاراتك، اعتبر نفسك في فتره تجهيز لماتش مهم لازم تتدرب كويس جدا، واغلط وتعلم من الغلط جرب تاني. دي فترة المحاولات الكتير اللي ممكن يكون في منها كتير مش ناجح، بس مش مهم، عادي يعني. ايه يعني؟ عادي. احنا اتفقنا ان دي فترة التجربة، وفي كام نصيحة كده هيفيدوك. هات بقى كوباية قهوة وتعالى عشان اقول لك. فترة نقاهة من السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي خدت من وقتك كتير جدا ايام الكلية، هي اكيد كونت ليك شبكة علاقات كويسة جدا وممكن كمان شوية ثقافة، بس دلوقتي بعد التخرج ما تحاولش تديها اهتمام كبير، لانها احيانا هتديك احساس سلبي انك مش ناجح. انا فاشل. وده ازاي؟ السوشيال ميديا بشكل طبيعي كده بتخلي الناس تظهر الجانب الافضل في حياتها في الوقت الحالي يعني. فاول ما هتفتح الفيسبوك ولا الانستجرام هتلاقي بقى اللي فتح شركه ليه، واللي اشتغل في شركه كبيره، واللي سافر، فهتبدا تحس انك متاخر، مع ان الحقيقه على العكس تمام. كل واحد ماشي في التراك الخاص بيه، في ممكن حد يبقى سابق شويه، بس التاني قاعد ورا بيجهز كويس وبيزود خبراته وممكن يسبق اللي سبقه ده. عشان كده ما تبصش ابدا على اللي سبق، وركز مع نفسك، ده هيكون افضل ليك. God damn right. فانا كل اللي عايزه منك انك تدي لنفسك فترة نقاهة كده من السوشيال ميديا، يعني فترة تقلل فيها استهلاكك من السوشيال ميديا. صباح الفل. وتركز اكتر على الكورسات وتطوير نفسك والفيديوهات المفيدة ليك على اليوتيوب مثلا، وبص على نفسك انت وبس، انت انجزت ايه؟ ده السؤال الاهم في سوق العمل. نادرا ما هتلاقي حد بيسألك انت تقديرك كان ايه؟ انت اتخرجت منين؟ لا، هيقولك وريني البورتفوليو بتاعك، وريني شغلك، انجزت ايه في حياتك؟ ايه المهارات الاضافية اللي هتفرقك عن حد تاني بيقدم في نفس الشغل؟ ايه الفاليو او القيمة اللي انت ممكن تقدمها للشركة اللي انت رايح تشتغل فيها دي؟ طبعا انا مش بقول ان الشهادة مش مهمة، احنا متفقين انها مهمة ومهمة جدا كمان، واللي انت اتعلمته في الكلية ده حاجات مهمة، بس الحاجات دي هي الاساس اللي هتبني عليه العمارة، وفي حاجات تانية اهم بكتير، زي ما قلنا في الاول السيلف ستادي، او انك تعلم نفسك بنفسك حتى لو لسه متخرج ولسه معكش فلوس كفايه. الانترنت مليان كورسات ومعظمها ارخص بكتير من الكورسات اللي موجوده اوفلاين. عيش حياه رجال الاعمال، ايوه عيش حياتهم، مش ماديا اكيد، انت لسه بتبدا، بس الموضوع ببساطه القرايه. القرايه هتخليك تعيش حياه ناس تانيه في فتره قصيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتنزل تشتري كتب السيره الذاتيه الخاصه برائد اعمال انت بتحبه، وتقرا الكتاب بتاعه وتعرف طريقه تفكيره وايه المشاكل اللي مر بيها وايه الغلطات اللي غلطها. حرفيا تقدر تقول ان الكلام ده كورسات مجانية. كل كتب السيرة الذاتية لازم هتغير فيك حاجة، او على الاقل هتضيف لشخصيتك حاجة جديدة، لان فيها اسئلة هتفيدك جدا. يعني مثلا بيعمل ايه ايلون ماسك اول ما بيصحى من النوم؟ ستيف جوبز كان بيفكر في ايه وهو بيصمم الايفون؟ ابعد عن السوشيال ميديا واقرا كتاب عن قدوتك، اكيد هيفيدك. اشتغل اللي انت بتحبه، طبعا الموضوع ده مهم جدا. من الاخر كده الشغل في كل حالاته مش ممتع، لانه في الاول والاخر شغل. لعيب الكوره نفسه بيبقى بيلعب كوره، دي شغلته يعني، انه يصحى الصبح وينزل يلعب. يعني رايح فين يا كابتن؟ رايح العب. شغلته اللي بيكسب منها فلوس انه بيلعب، بس رغم كده هو مضغوط لانه بيشتغل. مفيش شغل سهل، بس لازم تكون بتشتغل حاجه انت بتحبها، فلما هتمارس شغل انت بتحبه هتكون مستمتع وهتطلع احسن حاجه عندك.
وهتبقى كرييتيف، يعني هتبدع. انا شخصيا على طول بحب اشغل معايا اللي عنده موهبه، اللي حابب اللي بيعمله، لاني متاكد انه اكيد هيطلع الحاجه دي في احسن صوره، لانه تاني حابب اللي بيعمله. في ايه في الدنيا ممكن يكون اجمل من انك تاخد فلوس مقابل حاجه انت بتحب اصلا تعملها؟ يعني لو انت بترسم، بيع الديزاينز بتاعتك واكسب فلوس. فتخيل كده متعتك وانت قاعد بالليل على السرير وانت بترسم ومبسوط وفرحان، انت اصلا بتعمل حاجه لذيذه ومسليه بالنسبه لك، وكمان انت بتنمي مهارتك فيها، واول ما بتصحى بتبيعها ممكن تكسب منها فلوس او ما تكسبش مش مهم، المهم انك لسه بتعلم نفسك. طب هيجي واحد انا شايفه من عندي هنا ويقول لي يا هندسه معلش، يعني هو في حد اصلا في الزمن ده بقى يشتغل اللي هو بيحبه؟ بعدين انا اصلا درست حاجه مش بحبها. مجموع بقى، اهلك اجبروك على الدراسه كنت بتحبها وبعدين ما عجبتكش؟ تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. سواء انت اي حاجه من الحاجات دي انت ممكن تغيرها عادي جدا. الدورات الاونلاين او الكورسات الاونلاين ما سابتش حاجه، انت حرفيا ممكن تتعلم اي حاجه اونلاين. يعني لو انت مثلا بتحب الرسم وما دخلتش كليه فنون جميله، ايه المشكله؟ ممكن تتعلم الرسم دلوقتي بس اونلاين، وتاخد كورسات وتطور من نفسك، وتجيب كتب كليه فنون جميله نفسها وتقراها وتتعلم منها. ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا حاجه. زي ما اتفقنا احنا في الثلاث سنين الاولانيين دول في مرحله التجربه بنعمل فيهم اللي احنا عايزينه. يبقى طالما عندك فرصه انك تعمل من بدري قوي كارير شيفت وتشتغل اللي انت بتحبه، ايه اللي يخليك ما تعملش كده؟ انا مثلا خريج هندسه بس شغال في التسويق الالكتروني لاني حبيت فكره اني اكون رائد اعمال واعمل مشاريع واشوفها بتنجح قدام. كل واحد بيكون قدامه هدف، المهم انك تحفر الطريق قدامك عشان تقدر توصل للهدف ده. خاطر وخد الريسك. ايوه ده حقيقي، اصل معلش يعني لو ما خاطرتش وانت لسه في بدايه حياتك هتخاطر امتى؟ انت لسه ما عندكش لا قروض ولا اقساط ولا اطفال ولا اي مسؤوليات تقريبا. ايه يعني اسوء حاجه ممكن تحصل؟ هتخسر يعني سنه من عمرك؟ بص، اولا مش هينفع تكون خسرت، انت هتكون اتعلمت حاجه في السنه دي حتى لو النتيجه كانت انك فشلت. ثانيا انت لسه صغير. فتاني ده وقت التجربه، ما تخافش، حاول ما تبقاش ديناصور. صديقي الديناصور انقرض، وانا مش عايزك تنقرض. مش هتنقرض كشخص اكيد يعني، بس ممكن تنقرض كامكانيات، يعني امكانياتك وقدراتك ما بقتش مناسبه خالص للي السوق عايزه، مش مناسبه لتطور التكنولوجي. فلازم ما تعتمدش على شهادتك بس وتشتغل على نفسك عشان تفضل مواكب للتطور اللي بيحصل. بمناسبه الانقراض، الانجليزي مش اوبشن انك تاخده او لا، ده اجباري بقى. انا هفهمك. المتوقع من اي حد دلوقتي خريج كليه انه يكون بيتكلم انجليزي وبيكتبه وبيسمعه كويس جدا. اي صاحب عمل هيحتاج حد بيتكلم انجليزي كويس، وما تقلقش الوقت ما سرقكش. حتى لو انت ما كنتش اشتغلت على موضوع الانجليزي ده وانت بتدرس عادي، احنا لسه فيها، احنا في سنين التجربه. روح على طول وخد كورسات انجليزي من غير ما تفكر لحد ما تتقن اللغه دي بالذات تماما. طبعا الكابتن الليبلب اللي قاعد هناك بيغني راب امينيم ده برافو، بس برضو ممكن تروح مع اخوك وتاخد لغه تانية. كل ما خدت لغات اكتر كل ما سعرك زاد وثقافتك كمان زادت، لان اللغه مش مجرد حاجه بنتكلمها وخلاص، لا هتقدر تقرا كتاب بلغات تانية وادراكك هيزيد ووعيك هيزيد وهتتعرف على ثقافات مختلفه، واي لغه جديده اكيد 100% هتفتح لك باب تاني. الكابتن بتاع كل مره اللي انا عارفه اللي معهوش فلوس كورس اللغه، افتح جوجل واكتب كلمه انجلش كورسز وقابلك كمان 6 شهور. شغل كتير بس انت ركز. شغل مهندس، افتح مشروع. انت ممكن تعمل ده وانت لسه في السن الصغير، ده هيكون اسهل كتير من لما تعمله وانت كبير، وحتى لو لسه معكش فلوس كتير او تقريبا معكش فلوس خالص. انا ما معيش خالص. انت بدايه كده من 1000 جنيه ممكن تبدا مشروع كويس جدا. يا راجل ده انا حتى حاطط لك فيديو يخليك تعرف تعمل مشروع من غير فلوس خالص وبالموبايل بس، هتلاقي الرابط بتاعه في الديسكربشن. لو انت بتدور على شغلانه الاحلام اللي نفسك فيها ومش عارف لسه توصل لها، اعملها انت. يعني لو انت مثلا نفسك تشتغل في اكبر شركه ديزاين في مصر وكل ما تقدم فيها ما تتقبلش، اعمل موقع الكتروني واعرض شغلك على الموقع ده وتعلم التسويق الالكتروني. مبروك، بقى عندك الشركه بتاعتك بمنتهى البساطه، وممكن جدا في يوم من الايام تلاقي شركتك اللي انت ابتديتها دلوقتي دي بتنافس الشركه اللي كان نفسك تشتغل فيها من كام سنه. صديقي ده وقت التجربه، جرب وابدا مشروع واخسر وحاول تاني وتاني، عادي جدا، دي مش نهايه العالم. خد مني بقى الكلمه دي وما تنساش تدعي لي. ركز على نفسك وعلى حلمك وهدفك، اشتغل وتعلم وجرب وافشل وتحمل المسؤوليه، هتنجح يعني هتنجح. لو عايز تعرف اكتر شوف الرابط اللي موجود تحت الفيديو وسجل في المحاضره المجانيه اللي هتتعلم فيها خطوه بخطوه ازاي ممكن تبدا مشروع تجاري على الانترنت. ولو بتدور على تدريب مكثف شوف البرنامج التدريبي المتكامل، وبرضه هتلاقي الرابط بتاعه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناه يا ريت تشرفنا دلوقتي، وتفعل كمان الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمه جدا. شكرا جزيلا، وكان معاكم ياسر سليم، ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدليل الشامل لاطلاق مشروع تجاري على الانترنت.
هذا العصر كل ما تحتاجه إلى إطلاق مشروع تجاري على الإنترنت هو لابتوب واتصال إنترنت وأن تتعلم. لا تفوت هذه الفرصة واضغط على الرابط الموجود هنا في الفيديو وحمل الدليل الآن. بالتوفيق للجميع، كان معكم ياسر سليم.